باسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا هذه الكتابة جميلة؟ لأنها تستعمل الأعداد المركبة. وفي أي جزء تستعمل الأعداد المركبة؟ في الإحداثيات القطبية. هل يمكن أن أشرح ذلك بمثال بسيط؟ نعم، لاحظ معي، كلمة الله، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، بالخط الكوفي مربعات، هذه إحداثيات كارتيزية، إحداثيات مستطيلة، وهذه إحداثيات قطبية. لاحظ كلمة الله هنا، مثلا الطول 9 والعرض 3، ندير إحداثيات قطبية وندير الطول 9 والعرض 3 ونكتب بالإحداثيات القطبية. جيوجابرا يسمح بذلك. هنا الإحداثيات أنواع، هناك 4 أنواع من الإحداثيات، يا إما يعطيك المعلم بدون إحداثيات، يا إما بإحداثيات أساسية، يا إما بإحداثيات ورقة الملمترية، يا إما بالإحداثيات القطبية، وإما هناك نوع آخر من الإحداثيات. هذا نستعمله في أنواع المعالم، هذا المعلم نستفيد منه في أنواع أخرى من المعالم. موضوعنا في هذا اليوم، موضوعنا في هذا اليوم هو شكل هندسي. شكل هندسي عرفتموه سابقا في الرياضيات، كتاب سنة الثالثة ابتدائي صفحة 88، كتاب سنة الثالثة ابتدائي صفحة 88. صفحة 88 هذا الشكل، هذا الشكل اسمه النجمية. باستعمال المدور أنجز على كراسك مثيلا لهذه النجمية ولونها بألوان من اختيارك. سنة ثالثة. سنة خامسة ابتدائي كذلك في الصفحة 39، كتب سنة خامسة ابتدائي، كتب سنة خامسة ابتدائي الصفحة 39 و37، 37 تكلمتم عن النجمية. عاورة، هل يمكنك تفكيك هذا الشكل إلى الأشكال المكونة له وإعادة تركيبه ونقله على كراسك؟ هذه نستعملها في البكالوريا، نستعملها، هذه نجيب بها مضاعفات 30 درجة ومضاعفات 60 درجة وحتى مضاعفات 15 درجة. إذن هنايا نستطيع أن ننسب إلى معلم بهذا الشكل، ننسب إلى المعلم بهذا الشكل ونحصل على مضاعفات 30 ونقرأ السينيس والكوسينيس كما فعلنا في السنة الثانية علوم، كتاب السنة الثانية علوم الصفحة 210 سميناه جدول الزوايا المرفقة. هذه 30 60 90 و30 نقدر ندير منصف الزاوية، يعود عندي 15 درجة. إذن السنة الثالثة ابتدائي درنا هذا الرسم، سنة خامسة ابتدائي درنا هذا الرسم ودرنا هذا الرسم، وسنة الثانية علوم درنا هذا الرسم، سنة الثانية علوم درنا هذا الرسم. وش نسموها؟ وش نعرفوا به؟ نعرفوا به 16 زاوية مشهورة، 1 2 3، إذن 0 30 45 60 90 إلى ذلك. هذه 16 زاوية مشهورة أستعملها، أعرفها من النجمية. إذن الفائدة لهذا اليوم وبصمتنا لهذا اليوم هو الزهرة المثلثية، احتفظ بهذا. الزهرة المثلثية هي شكل هندسي بتقنية المسطرة والمدور، نعرف به أقياس الزوايا المضاعفة لثلاثين درجة وخمسة وأربعون وستون وتسعون. وبفكرة تنصيف الزوايا يمكن معرفة المضاعفة لخمسة عشر درجة.
إذا الثلاثون هنايا نقدر ندير منصف الزاوية. منصف الزاوية هناك طريقتين لتنصيف الزاوية. كيف أنصف الزاوية؟ أنصف الزاوية بهذه الطريقة أو أنصف الزاوية بهذه الطريقة. الذي يهمنا اليوم هو تنصيف الزاوية بهذه الطريقة. نجرب أهمية هذا الموضوع في بكالوريا للمغرب العربي، بكالوريا المغرب العربي 2020 في الأعداد المركبة. صح، من الامتحان الوطني لدولة المغرب 2020. استخدم الزهرة المثلثية لتعليم النقط على المستوى الأرغندي. اعطوا لهم الأعداد A هو بهذا الشكل، وهو 4 كوسينيس بي على 12. إذا نستطيع نجيب الشكل الأسي. الشكل الأسي هو 4 أسية بي على 12 إي. معناتها الزاوية هي 15 درجة، والطويلة هي 4. والبي نحسب الطويلة هي 1 و3 تحت الجذر. 1 و3 4 تحت الجذر 2، الطويلة 2، أخرجها عامل مشترك فأحصل على عدد مركب طويلته 2 وعمدته 60 درجة. بنفس الطريقة بالنسبة إلى سي، هذه الزاوية مشهورة طويلته 2 وعمدته 45 درجة. بالنسبة إلى دي، 1/16 أ أس 4، والأ بالشكل الأسي. أ أس 4 هو أ أس 2 في أ أس 2، مع 16 تبقى أ أس 2 اللي هي 16، والزاوية هي 60 درجة. الآن نلخص. حصلنا على عدد A عمدته 15 درجة، وعمدته 60 و45 و60. نمثلها على الزهرة المثلثية وعلى النجمية. أين تقع 30 و45؟ 30 45 60، ولكن أحتاج إلى 15، هي منتصف 30. وبهذا نستطيع أن نعين جميع الأعداد، أن نمثل النقاط A و B و C و D. البي طويلته 2 ولاحظ هنا البي طويلته 2 وعمدته هذه 30 60 وعمدته 60 درجة. والسي طويلته 2 وعمدته 45 درجة. والأ طويلته 4 وعمدته بي على 12 اللي هي 15 درجة. نأتي إلى العدد دي طويلته 16 درجة، طويلته 16 وعمدته 60 درجة. عمدته 60 درجة على استقامية O B D، على استقامية واحدة، العمدة سهلة. بالنسبة لستة عشر هي 4 في 4، 4 في 1، 4 في 2، 4 في 3، 4 في 4. إذا من هنا إلى هنا 4 في 1، 4 في 2، 4 في 3، 4 في 4. بهذا نكون قد عيننا النقطة D. وبهذا نكون قد أجبنا على هذا السؤال. إذا هذا السؤال اللي هو من بكالوريا 2020 لهذا العام، استطعنا أن نستعمل النجمية اللي هي الشكل هذا لتعليم النقاط. إذا ما هي بصمتنا لهذا اليوم؟ البصمة هي النجمية ولا دائرة الزوايا المرفقة. إذا ما هو خلاصة الدرس تاع اليوم؟ خلاصة الدرس تاع اليوم هو هذا، النجمية دائرة الزوايا المرفقة 16، ونسميها الزهرة المثلثية لأن فيها إضافات أخرى. نستطيع أن نرسم في جيوجابرا، نستطيع أن نرسم نستطيع أن نرسم في جيوجابرا. إذن نطلب أمر، نديرو تمرين على جيوجابرا
هنا على المباشر نعلمكم كيفاش تخدموا بجيوجبرا. اولا تمحي العمل القديم، تطلب منه محي العمل القديم. افاسي تو نو با سوفغاردي. الان واش تحوس؟ تحوس على معلم يعود عادي. تجيب قطعه مستقيمه، تجيب سيجما قطعه مستقيمه ودير مثلا الطول 2 4 6. تحدد منتصف هذه القطعه ميليو او سنتر، تحدد منتصف هذه القطعه. ثم تاتي بالكومبا. الكومبا هي دائره جاهزه نصف قطرها 3. نحتفظ بالكومبا هذه. الان الدومي سيركل، دومي سيركل، ونجي هنايا ندير دومي سيركل هنايا، واحدة زوج ثلاثة أربعة، ونجيب مستقيم دغوا هنايا سيجما وهنا دغوا، نجيب مستقيم ونصف هذه الزاوية، مستقيم آخر ونصف هذه الزاوية. اخفي النقاط، النقاط تسمية النقاط لا اريدها، افيشي ولا كاشي ليتيكات، اخفي هذه النقاط لكي لا تزعجني، اخفي هذه النقاط. وبهذا حصلت على النجمية. نقدر ندير مستقيم عمودي هنا، عمودي بيربونديكيلار، مستقيم يشمل هذا المستقيم وعمودي في هذه النقطة. بهذا نحصل على أن الزهرة المثلثية، نسميها الزهرة المثلثية. إذن بصمتنا لهذا اليوم هي الزهرة المثلثية. إذن نلخص ما فعلنا في هذا اليوم هو تعرفنا على إنشاء هندسي. إذن ألخص الفيديو: طرق جديدة في الأعداد المركبة. تعرفنا اليوم على الزهرة المثلثية. الزهرة المثلثية هي تقنية بالمسطرة والمدور، يمكن أن أنشئ بها تمارين بكالوريا، يمكن أن أحل بها تمارين بكالوريا. العدد أ كانت طويلته 4 وزاويته 15 درجة، والآخر 60 درجة و45 درجة و60 درجة. ألاحظ أن 60 و45 درجة و15 درجة هي زوايا مشهورة. ما معنى زوايا مشهورة؟ معناتها نستعمل الدائرة هذه، هذه هي الزهرة المثلثية، لأن هذه الزهرة المثلثية تسمح لنا بمعرفة سينيس وكوسينيس الزوايا المشهورة. إذن نعرف به سينيس وكوسينيس 16 زاوية مشهورة. كان هذا موضوع الفيديو، وبهذا ننتهي من الفيديو.